المنتوج المتوجه للتصدير يستهلك كميات ديال الماء اللي اقل ما يقال هي انها لا تتناسب مع الامكانيات الموضوعيه ديال البلاد. كيلوغرام الواحد ديال 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 الطماطم كيدي لنا من 25 لتر حتى 30 لتر ديال ديال الماء باش ننتجو. والكميه ديال الماء ما يعادل 57 او 60 يوم ديال الساكنه ديال الدار البيضاء. تقريبا كنستولدوا على الصعيد ديال السعنه من هادشي ديال القمح ومواد مصنعه فلاحيه وهذا تلقاو تقريبا هذا الرقم ديال 9 المليار ديال المتر مكعب. لا مصدر للماء في بلادنا سوى ما تختزنه الأراضي في جوفها أو ما تحتضنه السدود بين جدرانها، لكن الجفاف للإثنين بالمرصاد. بالمقابل تستمر السياسات الفلاحية، تزرع وتنتج خضر وفواكه توصف بأنها مستنزفة للمياه، وسنة عن الأخرى تزيد الكميات الموجهة للتصدير، ما جعل كثيرين يشيرون بأصابع الاتهام إلى سياسة قيل عنها إنها سبب في هدر مائي تشجع تصدير الماء وتستنفد احتياطي هذه المادة الحيوية، حتى باتت البلاد مهددة بأزمة عطش. المغرب بلد مصدر للخضر والفواكه، أمر بات واقعاً. ملايين الأطنان من أنواع مختلفة تغادر البلاد صوب دول أوروبية أو إفريقية وغيرها. في المقابل أزمة الجفاف لسنوات متتالية باتت مؤكدة هي الأخرى، جفت سدود واستنزفت مياه جوفية، وأصابع الاتهام تشير إلى سياسة فلاحية أعطت الأولوية لكل ما تطلبه الأسواق الأجنبية. الجميع تعرف التساقطات انخفضت، الفرشة ديال الماء انخفضت بصفة مهولة بالنسبة للثمانينات، هاي من جهة. ومن جهة أخرى الطلب على الماء طبعا تزاد تكاثر، ولكن اكثر من هذا اللي هو اكثر الطلب ديال الفلاحه، واللي هي خصنا نقولوها وناكدوها من البدايه باش الواحد ما يمشيش خاطئ، لان تنسمع الناس كيتكلموا على استهلاك الماء في المدن. طبعا هو مشكل تفريط في الاستهلاك ديال الماء، هو أينما كان مشكل، ولكن خص نسبية الأشياء. الفلاحة كتستهلك ما بين قولوا 85%، ما يقرب 85% الأرقام الرسمية ديال المندوبية السامية للتخطيط كتكلم على 87% ديال المياه المستهلكة في المغرب كله، 85% لقطاع واحد، شتي الآخر القطاعات كلها 15%. إذن إلا خصنا نركزوا الانتباه ديالنا والتحليل على خصنا نركزوا على الفلاحة. أوغ هنا اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بأنه مع الأسف السياسات الفلاحية والسياسة المصاحبة لها هي سياسة الماء تعاملت مع القضية ديال هذا المورد الطبيعي الحيوي وكأننا بلد في شمال أوروبا أو شمال أمريكا، ما عندنا مشكل ديال الماء، حيث أنه السياسة الفلاحية ركزت بالإمكانيات كلها ديالها على تشجيع المنتوج الفلاحي اللي هو يمخلو عنده جوج ديال السمات. في الماضي كنا كنركزوا على أنه منتوج متوجه للتصدير وبالتالي لا يتجاوب مع الحاجيات ديال الناس، وبالتالي كيعمق التبعية الغذائية. هادشي صحيح كنا كنقولوه ولا زال مع الأسف قائم إلى يومنا هذا، ولكن اللي ما كناش نركزوا عليه في الماضي
لو انه على الاقل هذه 20 سنه حنا كنركزوا على القضيه، هو انه في نفس الوقت ذاك المنتوج المتوجه للتصدير هو يستهلك كميات ديال الماء اللي اقل ما يقال هي انها لا تتناسب مع الامكانيات الموضوعيه ديال البلاد. تجاوزت قيمة صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية في نهاية شهر يناير من العام الماضي 50 مليار درهم كرقم معاملات، وتفيد معطيات الاتحاد الأوروبي بأن قيمة مجموع الصادرات المغربية من الخضر والفواكه صوب هذه القارة بلغت أكثر من 1.8 مليارات يورو إلى حدود شهر شتنبر من العام الماضي، وتتصدر الطماطم قائمة المنتجات الفلاحية الموجهة إلى الخارج. اختارت هيسبريس تركيز تحليلها في أول الأمر على هذا المنتج وكميات الماء التي يتطلبها إنتاجه. البداية كانت من منطقة شتوكا أيتبها. بالنسبة للإنتاج ديال الطماطم فيما يخص الكمية ديال المياه تقريبا يقدر نقولوا القطار تقريبا كيكلفنا واحد 20 طن حتى 25 طن اوموان ديال 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 الماء. يقدر نحسبوا انه الكيلوغرام الواحد ديال الطماطم كيدي لنا من 25 لتر حتى 30 لتر ديال الماء باش ننتجوا. وفق معطيات وزارة الفلاحة المغربية، خلال الموسم الماضي بلغت صادرات الطماطم اكثر من 700,000 طن، أي بزيادة قدرها 4% مقارنة مع الفترة الأسبق. إنتاج هذه الكمية تطلب 21 مليار لتر من الماء. الماء كاينين في المنطقة ثلاث مصادر ديال الماء. كاين المصدر الأول اللي هو السد ديال يوسف بن تاشفين، المصدر الثاني هي المياه الجوفية اللي كاينة في الآبار اللي مؤخرا تغيرها كما كنقولوا لنا لا بروفوندور ديال البير زدنا فيهم، والتلو دي بي ديال الماء نقص، والمصدر الثالث اللي ولا مستجد اللي هو ديال الماء ديال 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 التحليه ديال البحر، ولكن ماشي في سميتو ما كاينش عند الفلاحه كاملين، واحد النسبه قليله ديال الفلاحه اللي هما مستفيدين في انتظار ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال انتظار انه تكون واحد ليكستونسيون ديال المحطه وتشمل فلاحين اخرين ان شاء الله. وفيما يخص باش ما ننساش النقطه ديال المياه ديال البحر، التكلفة ديال الماء ديال البحر تقريبا 5.20 درهم اللي وصلها، فبالمقابل كنا كناخذوا الماء ديال البراج ب 0.80 يعني 80 فرنك، ويقدر نقول حتى الناس اللي عندهم البيار التكلفة تقريبا كتروح بين درهم ونص حتى 2 درهم للطن، هذا اللي عندهم البيار في الضيعات ديالهم. على مدار السنوات صدرت البلاد كميات متزايدة من الطماطم، في المقابل عرف احتياطي سد يوسف بن تاشفين الذي يسقي أهم مناطق إنتاجها بشتوكا أيتباها تراجعاً ملحوظاً على مدار هذه السنوات. دقت هيسبريس باب وزارة التجهيز والماء للتعرف على الوضعية المائية للبلاد، لكن الوزارة اختارت الصمت رغم عمق الأزمة. عرفوا بأنه دابا القطار ديال المعطيشة كيتقام من 70 حتى 90 مليون، يعني راه ما ساهل شيء، وهو معرض للامراض، وهو معرض للقضيه ديال الندره ديال المياه، هو معرض للتغيرات المناخيه، يعني يقدر يجي شي رعده ولا تقدر يجي تطيح عليه لاصيره ديالو اللي هي كتقام بواحد العدد ديال الفلوس. وهنا لابد ناخذوا الاتجاه ونشوفوا الاتجاه الصحيح، الا هو ندفعوا انه تكون عندنا طبقات اللي هي متوسطه صغار الفلاحين بغيناهم ينخرطوا، بغينا انه هذا المستوى اللي وصلنا كفلاحه في المنطقه الا وهو كننافسوا دول كبيرة بحال إسبانيا بحال هولندا بحال ألمان، حنا كنفتخروا بأنه المنتوج ديالنا كيجي كينافس هاد الناس هادو، يعني أنه كنخدموا بجودة عالية. كنقولوا بأنه التصدير هو اللي كيضمن استمرارية المجال الفلاحي، كنهضر على التصدير لأنه الفلاحة اللي ما يمكن شيء بأنه يغامر بفلوسه باش يمشي لأسواق اللي هي في المثل، حنا ما كنقولوش بناء على الأسواق الوطنية، حنا اللي حسن العوان البوفوار داشا يعني ديال المواطن المغربي كل شيء غالي اللي حسن العوان، ولكن لابد نقولوا بأنه كاين واحد الأعداد ديال الناس المرتبطة بالقطاع الفلاحي اللي خصنا نحافظوا عليهم ونحافظوا على المجالات الأخرى باش يكون واحد التوازن في بلادنا، يكون أمن غذائي، يكون سلم اجتماعي، وتكون هذه المسائل هذه.
وقت فاش كنهضروا على الماء لابد انه الاستهلاك ديال الماء وشنو هي المزروعات اللي هي كدي الماء بزاف، لابد اننا نديروا واحد المقارنه شامله، ما نديروش غير مقارنه مع الخضار مع الطماطم او لا مع هذه. الا غادي نديروا المقارنه خصها دار مقارنه شامله باش نعرفوا فين اللي هو الكميه ديال الماء اللي كنستهلكوا، لان واحد العدد ديال المغالطات ربما كدوز في هذا الاطار هذا، وهو ديال انه الطماطم كدي الماء بزاف، وانما الا شفنا راه الكيلو ديال اللحم راه كيمشي حتى ل 200 ولا 300 لتر ديال الكيلو ديال اللحم وكثر. يعني انه خاصنا نشوفوا كيفاش انه ندير واحد التوازن في هذه الامور هذه ونخليو الاستمراريه. سمعنا وهضرتي على انه زعما الكيلو خصنا نقارنوا مع كلشي، ولكن دابا الاشكال اللي كاين اللي كيشوف البعض هو اننا حنا ما كنصدروش اللحم ولكن كنصدروا مطيشه. دابا هاد التصدير ديال المطيشه بالنسبه لكم واش ماشي هو تصدير للماء في عز يعني في عز ازمه ديال الماء؟ هذه الهضره هذه هي اللي سهله نقولوها، يعني نبداو نهضروا نقولوا بانه سهل نقولوا بانه بداو كنصدروا هذه المطيشه هذه. الا وقفنا التصدير يعني انه غادي نقولوا الفلاح ما باقيش تخدم، يعني انه الكلفه باش كتقام عليه دابا الطماطم، يعني السوق الداخليه الا مشينا ليه كامل وكنمشي ثمن اللي هو ناقص بزاف، واش كنضمنوا الاستمراريه ديال هذا الفلاح هذا؟ رغم ان الطماطم تحتل الرتبه الاولى على كفه التصدير، إلا أنها ليست أكثر المنتجات الفلاحية استهلاكاً للماء، فالخبراء يعددون أسماء منتجات يتطلب إنتاج الكيلوغرام الواحد منها مئات اللترات من هذه المادة الحيوية. يعني كاين بعض الخضار والفواكه اللي هما كيستهلكوا الماء قليل، بحال الطماطم بحال الدلاح اللي حنا كنعتبروهم كياكلوا الماء بزاف، ما كياكلوش الماء بزاف، بالعكس الا نقدروا نشوفوا تقريبا ما كيفوتوش 50 لتر ديال الماء في استهلاك في الكيلوغرام المنتوج، بغض النظر على لافوكا ولا البانا اللي تقريبا كيستهلك واحد 340 لتر، حتى الحواميت تاعهم اكثر من 250 300 لتر ديال الماء. هاد الخضار ديال اللي في البيوت المغطات وحتى اللي على برا ما كياكلوش الماء بزاف، لانهم عندهم انتاجيه كبيره. هاد الطماطم تقريبا تنتج واحد 250 حتى 300 طن في الهكتار، ملي كنحسبوا شحال الماء كتاكل واحد 6000 طن 7000 طن ديال الماء، ملي كنقسموا على داك الانتاج اللي كاين كتجينا ما كتفوتش 50 لتر في الهكتار، حتى الدلاح تقريبا هو حال هكذاك. بالنسبه للافوكا هي كتاكل الماء بزاف، ولكن ما كتنتجش في البلاصه اللي ما فيهاش الماء، كتنتج في الغرب موجود فيه الماء لحد الساعه، كاين الماء موجود لا في البراجات ديالو ولا في التساقطات اللي كيطيحوا تما ولا في الامنيه الجوفيه قريبه تما. الفلاح تما كيجبد الماء غير على 20 متر 40 متر 25 متر، حتى التكلفه تاعو ما كتقامش عليه غاليه، بالعكس هنايا في سوس مسار الناس كتحفر 150 200 متر حتى 250 متر في الابار ديالها. ضمن مسار البحث عن اكثر المنتجات الفلاحيه استهلاكا للماء، دائما ما يتكرر ذكر الافوكادو، هذا المنتج الذي بدأت صادراته ترتفع سنة بعد الأخرى، وهو ما دفعنا إلى زيارة صاحب هذه الضيعة الفلاحية التي تذهب جميع منتجاتها للتصدير. بالنسبة للافوكا كنسقيوه من مارس يعني أواخر مارس حتى لأكتوبر، ومن بعد كنحبسوا عليه الماء، كنسقيوه مره في الاسبوع او مره في 15 يوم في فصل الشتاء، يعني لان هناك لا حاجه لانتاج للسقي، لان المنتوج تقطف والشجره يعني هي يعني غير منتجه في هذه الحاله. الايام الاخرى يعني من شهر ابريل الى شهر اكتوبر نستعمل تقريبا ما يقارب 7000 او 7500 متر مكعب من الماء للهكتار، وهذا كافي. انا اصلا استعمل 7500، تساقطات المطريه غير محسوبه، انا اتكلم على الماء اللي كيخرج من الفرشه المائيه من البئر ومن يعني عن طريق المضخه وعن طريق الطاقه الشمسيه، نستعمل يوميا تقريبا في الهكتار ساعة للسقي، يعني مقابل يعني هي تقريبا ما بين 30 أو 35 طن في هذه الساعة. إذا مشينا عملنا الحساب غادي نوصلوا ل 7500 متر مكعب أو طن. إذا هذه هي مقارنة لافوكا، يعني الإنتاجية ديال لافوكا، يعني هاد السقي يعني
باش يوصل الإنسان لواحد المحصول اللي هو 15 طن في الهكتار. حطمت صادرات الأفوكادو المغربية الأرقام القياسية لحجم المبيعات لعدة مواسم متتالية، وتضاعف إجمالي الصادرات 4 مرات في السنوات 6 الماضية، وأصبح المغرب 9 أكبر مصدر لهذه الفاكهة في العالم، إذ صدر السنة الماضية أزيد من 45,000 طن، كمية يتطلب إنتاجها 22,500,000 متر مكعب من الماء. غير ممكن باش يمكن الإنسان يقول على أن لافوكا هي يعني كتستنزف الفرشة المائية، غير ممكن على حسب الإنتاجية وعلى حسب، وخصوصا إذا قارنا لافوكا مع نباتات أخرى. لافوكا تعطيك يعني لما تأخذ 15 طن وتبيعها في الخارج يعني كيكون عندك معادل، يعني في سنة الماضية المغرب يعني 2023 المغرب يعني صدر تقريبا 40,000 طن، 40,000 طن ما يعادل 80 مليون أورو، والكمية ديال الماء ما يعادل 57 أو 60 يوم ديال الساكنة ديال الدار البيضاء اللي كتستهلك الدار البيضاء في مدة 60 يوم. هو داكشي اللي مطلوب، يعني لأن المساحة اللي عندنا هنا في المغرب تقريبا 7,500 هكتار اللي ديال لافوكا. من الضيعة انتقلنا إلى وزارة الفلاحة التي بدورها تؤكد أن أزمة الماء قائمة منذ سنوات، وأن توالي سنوات الجفاف زاد الطين بلة، لكن التصدير بعيد عن الاتهام في نظرها. هذا الشيء اللي كيتقال بأنه كنصدروا الماء وهذا، هذا الشيء غير صحيح، ولا خصنا نشوفوه بواحد الزاوية ديال الأرقام وديال، فملي كانت يعني الفلاحة مبنية على واحد التوازن بين السيادة الغذائية لأجل تموين السوق الداخلي، وكذلك الربح ديال اللي كيرجع للفلاح والتأثير ديالها على اليد العاملة. فالتصدير ضرور منه ولكن في واحد المعادلة. ملي كنقول أنه غير صحيح سنشوفوا يعني ماذا نصدر وماذا نستورد. فهذا الشيء اللي كان نصدره إلا خذينا يعني بالمعادل ديال الكمية المياه اللي خصنا باش ننتجو ذاك الشيء اللي كيتصدر، وقارناها مع الكمية المياه اللي خصنا باش ننتجو هذاك الشيء اللي كنستوردو، كنلقاو يلا 5% داك الشيء اللي كيتصدر هو اللي كيتستورد. تقريبا كنستوردو الى خدينا على الصعيد ديال السنه، سنه عاديه يعني من هادشي ديال القمح ومواد مصنعه فلاحيه وهذا، كنلقاو تقريبا واحد الرقم ديال 9 مليار ديال المتر مكعب، في حين هذا الشيء اللي كيتصدر كلشي داك الشيء اللي كيتصدر الى خديناه كنلقاو بانه الكميه ديال المياه اللي خصنا باش نجروه ما كتعداش 500 مليون ديال المتر مكعب. فاذا كنستوردوا اكثر من هذا وبصيب واحد الكثير. هذاك المتر المكعب اللي كنصدروه خصنا نعرفوا اشنو كيعطينا، يعني ماذا المؤشر المهم وهو التثمين ديال المتر المكعب. عندنا متر مكعب الماء كيفاش كنثمنوه احسن باش يعطي لنا واحد التاثير اكثر، شحال كيخدم لنا ديال الناس متر مكعب بذاك الصادرة، وشحال كي يعني كم شنو هي الكميه ديال التموين ديال السوق الداخلي، لان المنتج باش يدير استثمارات كبيره راه عنده يعني واحد يعني استثمارات شخصيه، كاين يعني طبعا تحفيزات ديال الدوله ولكن استثمارات يعني شخصيه، يعني خصو يكثر ولا يزيد في المردوديه في الهكتار، يعني لو روندمون باش يزيد في الروندمون خصو هاد الاستثمارات الكبيره، خص الكلفه ديال الانتاج كتكبر بزاف. اذا الاثمنه باش كيبيع خصها تكون كتربح، سينو ما يمكنلوش يزيد في يستمر. فملي كنقول المعادله
الأثمنة ديال التصدير كتكون غالية، تكون عالية على الأثمنة ديال السوق الداخلي اللي خصها تكون في واحد المستوى ديال القدرة الشرائية ديال المواطن. فلي بيريكواسيون هذاك الشيء اللي باش كيبيع على برا وعلى هنا كيجمع باش كيجيب له واحد 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 وكذا، هي هذه هي المعادله. وثانيا خصنا نشوفوا الارقام اللي كنقولوا هاد المساحه هاد الخضروات ولا هاد الانتاج كيستهلك كثير بزاف ديال الامر، خصنا نشوفوا المساحه اللي عندنا. طبعا كتستهلك ابوكا كتستهلك، ولكن شحال عندنا؟ 10000 هكتار على 1,600,000 هي اللي كتستهلك. ما يمكنش نقولوا بان هذه هي اللي دات لهاد الشيء، شي غلط غلط، لان ما يمكن الا مشينا لهاد بهذه الطريقه ما غنعالجوش الاشكاليات الكبرى. يرفض المصدرون كذلك القاء اللوم على نشاطهم في تعميق ازمه الماء في البلاد، ويطالبون بحلول ناجعه تضمن استمراريتهم والحفاظ على مكانه المغرب في الاسواق الدوليه. ما كنمشيش معاك نهضر على التصدير نحبسوه، سنزيدوه سنزيدوه نقويوه، لان باش نديرو تحليل التصدير راه شرنا بعض المسائل وخلينا واحد العدد ديال المسائل مرتبطه بهذاك التصدير. هذاك التصدير الا جينا نشوفو غير هاد العامله اللي كتشغل هذوك المنتوجات الفلاحيه اللي كتصدر، راه خصنا البديل. الا غادي نحبسو هذوك اش غنديرو لهذوك الناس؟ 48% هي الشغيله دابا ديال النشيطه في القطاع الفلاحي، وشحال كتمثل فيها هاد المواد التصديريه؟ اش غندير هذاك البشر؟ وهذا مباشر خلي اللي كيتعلق به من الشركات الى اخره الى اخره. كاين العمله الصعبه اللي كيجيبها التصدير، اش باش غادي نبدلوها؟ اذا خصوصا الجانب الاجتماعي اللي هو مهم، لان الا شفنا شحال ديال الخدامه كتخدم الفلاحه راه بارك الله، هذا راه ماشي 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 سهل باش واحد العدد ديال الاسر تحيد وتحبس لهم كلشي. اذا هنا كاين هذا الجانب، كاين الجانب ديال العمله الصعبه، كاين ديال المسائل ديال النشاط الاقتصادي في جميع المناطق الفلاحيه. اذا ما راجي نقول نحيدوا التصدير، والانعكاسات اللي كتجي على هذوك الناس اللي كنتعاملوا معاهم هذه 60 عام ولا 70 عام وحنا كنتعاملوا معاهم في هذاك السوق، وبنينا واحد السمعه ديال الانتاج المغربي في الاسواق، بعض الاسواق خصوصا الاوروبيه. عاد نجيو اليوم نقول لهم لا، راه ملي غيتخوي يخوي المنتوج المغربي غادي يجي منتوج اخر. اذا هنا خصنا نمشيو نلقاو الحلول باش نغطيو هذا الخصاص ديال الماء اللي كاين، والحمد لله ربي تبارك وتعالى كرمنا وعطانا واحد 3300 كيلومتر ديال البحر ديال 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 ديال, ديال, ديال الشاطئ هذا في المحيط وفي المتوسط. نحاولوا، وكاينه تجربه ماشي 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 اليوم كنقولوا راه صعيبه ولا غاليه، ما نقولوهاش، لان الا ما كاينش الماء اللي صعيب. اذا خصنا نمشيو ديما نطلبوا الحلول باش نلقاو الماء الكافي للمزروعات الفلاحيه بثمن اللي يمكن يغطيها المنتوجات الزراعيه ديال الخضر. ترفض وزارة الفلاحة إلقاء اللوم أيضاً على مخطط المغرب الأخضر، معتبرة أنه أول استراتيجية تقوم بتثمين المتر المكعب من الماء وتحد من ضياع هذه المادة الحيوية، وتؤكد أن هناك دراسات تستهدف سقي 1,600,000 هكتار من الأراضي الفلاحية ببلادنا. بلادنا حنا كنعرفوا بان عندنا الجفاف، كانت عندنا دورات ديال الجفاف، ولكن باش بهاد الحده وباش بهاد القوه هذه 7 سنوات تقريبا ولا 8 سنوات ما عندناش الامطار اللي يمكن لها تعطينا السيولات وتعمر السدود وتعطينا الماء كذلك الفرشه. دات سنوات حتى في هاد 7 8 سنوات كانوا واحد 3 سنوات اللي كانوا هما ممطرين، ولكن يلاه كافيين الغطاء النباتي، ما كاينش ديك الثلوج اللي كتعمر لي باراج، ما كاينش هذاك لي زوراج اللي كيكونوا في الصيف وباش كيعمرونا لي باراج. هذا هو الحقيقه، وفي هذا
ثلاث سنوات أخيرة ما كاينش، يعني هذا الشيء عنيف ما عمرو شفناه بهذا الحده وبهذا الطريق. فالماء خصو يتجدد، خصو يجي من الامطار، ها السدود كاينه. هذاك الماء واخا كان ما تستعملش فيه سبع سنين ما يبقاش، كيتبخر وكيمشي وهذا. هذه هي الحقيقه، ما خصناش نبقاو نفسروا شي مسائل بواحد الجزئيات اللي ماشي صحيحه. دونك الاشكاليات الكبرى شنو هما؟ هو اننا خصنا نمشيو المياه يعني اللي هي مستدامه واللي هي غير معتاده، نمشيو للتحليه ديال المياه البحر. خصنا نمشيو لهاد المياه الغير يعني المعتاده، هاد الشيء ديال اعاده معالجه المياه يعني العادمه، واللي اليوم تقنيه جد متطوره واللي بلدان كثيره كتستعملها. وعندنا التحليه ديال المياه البحر، عندنا الحمد لله يعني واحد الساحل ديال 3500 كيلومتر بين الساحل المحيط الاطلسي والمتوسط، البحر المتوسط. ف خصنا نمشيو في هذا الشيء، وهذا الشيء مع الاسف كان فيه تاخ. من الرؤيه كانت 2010 2012 كانت رؤيه، كان مخطط ديال ما ف ما دارش هذا الشيء. حنا في وزاره الفلاحه السيد الوزير السابق السيد رئيس الحكومه حاليا كان مشى، وبالتعليمات ديال سيدنا الله ينصره وبالتوجيهات ديالو دارت الوزاره محطه ديال شتوكا ايتبه ديال التحليه ديال المياه البحر لاجل السقي، كما كنهضرش على الماء الصالح للشرب، لاجل السقي. اليوم السنه الماضيه سنه 2022 فتحنا السقي، يعني 15000 هكتار هي اللي كتسقي. اليوم المطيشه اللي عندنا في بلادنا كتسقى كتجي من ذيك المنطقه فضلا لهذا الانجاز ديال. ف مشينا كذلك، عندنا برنامج بمشروع اخر اللي هو في الداخله، هو في طور التنزيل، ان شاء الله في يونيو 2025 غادي نبداو السقي ديال 5000 هكتار في الداخل. عندنا دراسات اخرى اللي طلقناها في طنطان، ان شاء الله هذا العام غادي نطلقوا الاشغال. عندنا تيزنيت، عندنا الصويره، عندنا الجهه ديال الشرق. فالهدف ديالنا في استراتيجية الجيل الأخضر هو نستهدف 100,000 حتى 120,000 هكتار اللي تكون مسقية بالمياه المستدامة، وهي المياه ديال يعني المحلات. وهذا غيعطينا واحد الأساس ديال السيادة الغذائية ديالنا، لأنها مياه مستدامة. وهذا 100,000 هكتار راه على الأقل غادي نعملوا فيها جوج الغلات في السنة، فهي غيتولي بحال عندنا 200,000 هكتار بالنسبة للإنتاجية. تتوقع الدراسات أن إشكالية الماء ستتعمق أكثر فأكثر بفعل التغيرات المناخية، فحتى وإن وجدت حلول لمياه السقي ستستمر أزمة الماء الشروب، ويبقى العطش شبحاً يهدد مستقبل المواطن المغربي.